وللحديث أكثر عن هذه الزيارة ينضم لي عبر سكايب بالرياض الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينس. سيد موراتينس، سعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. بداية، ما هي السبل التي تسعون إليها لتفعيل مبادرات الحوار بين الحضارات وبناء أيضا عالم أفضل يسوده الاحترام والتعايش؟ World where respect and coexistence prevail. Now, I didn't hear anything, but first of all, what are the ways through which you seek to activate the initiatives of dialogue among civilizations and build a better world where respect and coexistence prevail? Well, you know, today's world are under tremendous challenge. أن هذا يمثل تحدي بالنسبة لنا، فنحن نحاول إنقاذ هذا الكوكب بشتى الوسائل، ولكن علينا أيضا إنقاذ الإنسانية. لابد أن نكون قادرين على احترام بعضنا البعض وأن نفهم بعضنا البعض وأن نبني الجسور إذا جاز التعبير بين مختلف الديانات والحضارات. وأعتقد أن الأمم المتحدة تلعب دورا مهما في هذا الصدد من خلال الدبلوماسية، من خلال تثقيف الشباب مع دور المرأة أيضا وأهمية، وأيضا في لعب دور الوساطة. فنحن نحاول حل مختلف الأزمات في جميع أنحاء العالم التي لها أبعاد سياسية وحضارية، كما أنه لدينا أيضا مسؤولية لحماية الأماكن المقدسة في جميع أنحاء العالم. ونحن نعلم أن الجميع لديهم الحق في ممارسة أديانهم بحرية كاملة، وأيضا أن يعبروا عن آرائهم المتعلقة بإيمانهم. جيد، كيف ترون جهود المملكة في تعزيز المشتركات الإنسانية؟ Did you hear me, Mr. Miguel? Okay, how do you see the kingdom's effort in promoting humanitarian partnerships? Well, the role of Saudi Arabia is extraordinarily important. مهم جدا وهو دور عظيم. فإذا نظرنا إلى التاريخ، أولا لأن المملكة العربية السعودية لاعب رئيس في هذه البيئة الجيوسياسية التي نعيشها الآن، والآن أيضا من خلال التزاماتها للعالم ومساهمات المملكة مهمة جدا وإيجابية في هذا الصدد لإيجاد الثبات والأمن والاستقرار في المنطقة. أيضا فالمملكة العربية السعودية لقد زرتها قبل عامين، وكان لدي كنت فخورا جدا بأن حضرت مقابلة الملك سلمان، وكان هناك تغير كبير وهناك شفافية أكثر وهناك انفتاح أكثر وتفهم أكثر للرغبة الحقيقية للتعاون مع جميع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة في هذا الصدد. ومشاركة المملكة العربية السعودية مهمة جدا، ومن الصعب جدا أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة دون وجود المملكة العربية السعودية، وأن يكون هناك تفاهم أو حوار بين الحضارات والأديان دون وجود المملكة العربية السعودية سيكون هذا الأمر صعبا جدا. البارحة سنحت لي الفرصة أن ألتقي بوزير الخارجية السعودي، وكان لقاء إيجابيا، وأنا أرى التغير الذي نراه في المملكة العربية السعودية، تغير الانفتاح في الرياض والحركة التي نراها حركة تجارية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، هناك تغير كبير إذن هذا التبادل بين الحضارات والثقافات هذا أمر يحدث في الواقع هنا في المملكة العربية السعودية. أيضا، كيف تجدون دور مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في تحقيق التعايش العالمي، وما هي أبرز الملفات المشتركة بين المركز وتحالف الحضارات؟ How do you find the role of the King Abdullah International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue in achieving global coexistence? And what are the most prominent common files between the center and the Alliance of Civilization or the Coalition of Civilizations? Well, for us, I see that King Abdullah International Center for Dialogue. المركز الملك عبد الله للحوارات للحوار بين الأديان والثقافات له دور مهم جدا،
وهناك شراكة على مستوى عال جدا، ونحن نمضي قدما في ملفاتنا عديدة، ونحن نعمل من اليوم الأول عندما بدأت مهامي في الأمم المتحدة، ونحن نطور مبادرات مهمة جدا. فالبارحة عذرا السنة الماضية عندما كانت المملكة العربية السعودية كانت تستضيف قمة مجموعة العشرين، وكانت هناك أمور متعلقة بكوفيد 19، وكانت هناك ملفات عديدة تناقشنا فيها، ومن بينها حوار الحضارات والأديان. ولقد ارتأينا أنه بإمكاننا أنه من خلال الأدوات الحوارية والسياسية المختلفة بإمكان الأديان المختلفة الكاثوليكية والهندوسية وما إلى ذلك والأديان المختلفة بإمكانهم أن يتشاركوا حوارا بناء وكيفية تحسين العالم من حولنا. إذن هو شريك مهم جدا بالنسبة للأمم المتحدة، وأعتقد أن الآن أن هناك فعاليات عديدة نحن بصددها. نحن نرتب لمنتديات عدة الآن في الأيام والأشهر القليلة القادمة، ونحن نخطط لإيجاد نوع من خارطة طريق للنظر في مختلف الخلافات والصراعات المختلفة في العالم. لذا فأستطيع القول أن هناك العديد من المبادرات التي يمكننا من خلالها التقريب بين الحضارات والثقافات المختلفة. هذه بمثابة منصة للمملكة العربية السعودية تري فيها العالم دور المملكة عن كيفية إيجاد حوار بناء وأيضا بين الثقافات والأديان. وأعتقد أنه علينا أن نقدر دور المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، وهذا ما ارتأيناه خلال السنين الماضية. في ظل الظروف العالمية الراهنة وتزايد الصراعات، ما هي أهمية تحقيق أواصر التعاون بين المجتمعات؟ In the light of the current global conditions and the increasing conflicts, what is the importance of achieving bonds of cooperation between societies? Well, I was telling you in my كما كنت أخبرك في إجابتي الأولى، فإن هناك فهم مشترك أنه علينا أن ننقذ الإنسانية، علينا أن ننقذ كوكبنا. لابد أن نتحدث عن التغير المناخي ومجابهته على سبيل المثال، ولكن ربما ما يكون أهم هو إيجاد هذه المجتمعات التي تتعايش سوية. كيف نستطيع إيجاد العدالة الاجتماعية، أن لا يكون هناك خلافات وصراعات بين الشعوب؟ مفهوم التعددية هذه ليست مفاهيم سلبية بل هي مفاهيم إيجابية. التعددية هي مبدأ مهم جدا، وعلينا أن نفهم التحديات التي تواجهها الثقافات والحضارات المختلفة. لذا أعتقد أن مهامنا تزداد تحديا وصعوبة، والحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وبين الحضارات جميعا هذا أمر مهم جدا، ولابد أن يكون الحوار فعالا. ولنقل أيضا أن المجتمعات الإيجابية إذا جاز التعبير لابد أن نعمل في إطار التعددية. كيف نستطيع ضخ وبث هذه الروح بين المجتمعات؟ هذا ليس هدفا سلبيا بل بالعكس هو هدف إيجابي. والمملكة العربية السعودية وبمساعدة دول أخرى ومنظمات دولية نحن نحاول سوية أن نوجد مفهوم هذا التعايش السلمي بين الدول، وحتى نتمكن من إيجاد الأمن والسلام والاستقرار في العالم من حولنا. السيد ميغيل موراتينس الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، شكرا جزيلا لك.